تملأ الكون ابتسامة، رائع في كل حال، في مقام أو فعال، أنت نبع من جمال، وبك الميل استقاما. كأني سمعت نفسك تحدثك مرارا أن تتركها. لقد بح صوت الضمير ليسمعك، لقد آلمتك أذنك وأنت تضغط عليها لتنهي هذا الضجيج الذي يلاحقك، حتى تمنيت فعلا لو أنك لم تتعرف عليها. تمنيت أن تبدأ من جديد، أن تعيد عجلة الزمن، لكن ذلك لم يكن إرادة حقيقية، لم يكن قرارا حاسما، لم يتجاوز عتبة الأمان والأوهام. الشرع فوق كل فلسفة، والمسلم لا يهون الحرام عليه تحت ضغط أعذار لا تسمن ولا تغني من جوع، وعندما يريد سيجد من الله عونا لا يخطر له على بال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا شباب في هذه الحلقة، برنامجكم قضايا شبابية هو برنامجكم، أؤكد لكم، نتناول فيه أهم القضايا التي تؤرقكم، أهم الهموم التي تقلقكم، أهم أحلامكم، أهم أوجاعكم. لعلي أستطيع من خلال هذا البرنامج أن أكون ثغراً ينطق بعبيركم، أن أكون وسيلة أوصل لكم رسالة طيبة وأوصل منكم رسالة طيبة إلى آخرين. الحلقة الماضية تكلمنا عن مسألة حساسة جداً، ألا وهي كيف يعتذر الشاب من فتاة تعلق بها. لكأني سمعتك وأنت تكلم نفسك، لكأني سمعت ذلك الضجيج الذي يحف بدماغك، لكأني رأيتك وأنت تكره هذا الحال، تتمنى لو أن عجلة الزمن تدور لتعود إلى الوراء، لتكف تلك النظرة التي كانت سبب الحب بينكما. لو عادت عجلة الزمن لاعتذرت عن ذلك اللقاء، أو لغيرت ذلك الطريق، أو لاخترت غير ذلك الاختصاص. المهم أن لا تبقى بتعذيب الضمير هذا. طبعا إن نويت سترى من الله سبحانه وتعالى معونة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن ثلاث نقاط مهمة جدا لا يمكنك أن تنسى دون ألم. النسيان يحتاج إلى وقت. إن كانت الفتاة مناسبة وكانت ظروفك مواتية أرجوك لا تفكر في الانسحاب، فالأعراض ليست ألعوبة بيد أحد. هذه المرأة لها كيان، هذه الفتاة لها قلب، علقت عليك الآمال، ارتجت منك خيرا كبيرا. أرجوك إن كان هناك طريقة لجمعكما وفق الشريعة وكانت الفتاة مناسبة وظروفك مواتية أرجوك لا تتراجع، حافظ على هذا الحب، ناضل من أجله، قاوم من أجله، اخلق ظروفاً بطريقة ما تتمم هذه القصة، وستجد من الله سبحانه وتعالى عوناً. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، أولهم الناكح يريد العفاف. إذا أردت عفافاً، إذا أردت خروجاً من دائرة الحرام، خروجاً من دائرة المكروه، خروجاً من هذا الذي ينكره الله والمجتمع، ستجد من الله يداً تمد لك وتهيئ لك الظروف. فثق بالله وامضي مع خطوات سبعة لهذا
لهذا التغيير سنكون بها إن شاء الله تعالى وسنكون معها، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أول هذه الخطوات أن تتخذ قرارك. أنا أعرف تماما أنك حدثت نفسك مرارا بالانسحاب، فكرت أكثر من مرة، تمنيت لو ترجع عجلة الزمن إلى الوراء، ولعلك استشرت، ولعلك استعنت بالله، ولعلك استعنت بصديق، لكن كل ذلك لم يؤتي نتيجة ولم يعطي نتيجة. ما السبب؟ السبب أنك لم تقرر. الآن اتخذ قرارا حاسما واضحا غير قابل للرجوع. أنا سأوقف هذه العلاقة. وأبشرك يا أخي، صدقني، إذا كانت نيتك لله تأكد أن الله تعالى سيعوضك الخير من حيث لا تعلم، ولعل الخير يكون في الفتاة نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يترك أمرا لا يتركه إلا لله إلا كان حقا على الله أن يعوضه خيرا منه في دينه ودنياه. يا رجل ثق بربك، إذا قلت يا رب أنا من أجلك تركت هذه الفتاة، يا ربي أنت تعلم كم أنا متعلق بها، يا ربي أنت تعلم أنا كم أتألم من هذا القرار، لكن أنا لأجلك اتخذت هذا القرار، ستجد معونة وستجد كيف الله سبحانه وتعالى سيعوضك من حيث لا تدري. لكن أرجوك إن اتخذت قرارك فصارحها به، قل لها: أنا كما تعلمين والحال بيننا كما تعرفين، لكن أنا أردت أن أوقف هذه العلاقة لأجل الله. بيّن لها السبب بوضوح: إلا اللهم إذا كنت تخاف من محاكماتها العقلية أن تفكر بطريقة تؤذيك، فلا بأس أن تتذرع أو تتعذر بسبب غير مباشر. لكن تخيل لو أنك لم تعتذر منها، لم تخبرها بهذا القرار، سينشغل بالها، ستحاول أن تعيد المياه إلى مجاريها، ستتهمك بشيء، لعلها تفكر أن تعيد إحياء هذا الأمر، لكنك إن أخبرتها بقرارك يكون الأمر مريحا لكما. النقطة الأولى والخطوة الأولى لذلك: أرجوك اتخذ قرارا حاسما، أعلمها به وبين لها السبب. الخطوة الثانية: فكر بالبدائل. قلبك كما قلت لك، القلب يحب أن يحب ويحب أن يحب، هكذا فطرنا الله، هكذا كل بني آدم، يألف ويؤلف، يحب ويحب، يحب أن يشعر الآخر بقيمته ويحب أن يشعر هو بقيمته. ولذلك هذا القلب لابد أن يشغل بشيء. أشغله بنفسك أولا، بهمتك، بهدفك، بخطتك، بدراستك، بتنميتك. أشغل نفسك بنفسك، اشتغل بالأعمال الخيرية، اشتغل بالأعمال التطوعية، املأ وقتك، عمر قلبك بالخير. صدقني طالما أن القلب تعمر بالخير لن يجد الشيطان إليه مسلكا، ولن يجد هذا الحب إليه مسلكا. ولذلك عندما تتزوج تجد الحب جاء بينكما منسجما جدا. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته، آية كبيرة عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا، هذا أول الحب، لتسكنوا إليها، ثم بعد ذلك يكون مزيجا من الحب المترابط المتماسك، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة السلوكية والرحمة قلبية. بينك وبين زوجتك مستقبلا سيكون هناك أفعال الحب وستكون هناك مشاعر الحب، فالآن ابحث عن البدائل، عمر قلبك بها. بعد ذلك ننتقل معا إلى الخطوة الثالثة. أرجوك لا تفكر بالماضي، لا تلجأ إلى فراشك قبل أن تجهد نعسا، لا تذهب إلى غرفتك وتقفل الباب على نفسك ويبدأ شريط ذكرياتك بالرجوع. إنك ستتألم، إنك ستنكأ جرحك، إنك ستعيد الألم إليك بطريقة تشعر بها أو لا تشعر.
لا تفكر بالماضي، خطط لمستقبلك. هذه ثلاث خطوات. الأولى اتخذ قرارك، ابحث عن البدائل، لا تفكر بالماضي. ما زال عندنا أربع خطوات أخرى، ألقاكم بعد الفاصل، فابقوا معي. إذن الخطوات الثلاثة: اتخذ قرارك، ابحث عن البديل، لا تفكر بالماضي. الخطوة الرابعة: ألغي وسائل التواصل بينكما. لا تستمع للشيطان وهو يقول لك فقط اطمئن عليها، أنت يعني اتخذ قرارك، تصرف كما أحببت، لكن اتصل بها، اطمئن عن صحتها، عندها المشكلة الفلانية، تابعها، اعتبرها أختك، اعتبرها صديقتك، اعتبرها زميلتك. سيجتهد الشيطان ليعيدك إلى تلك النقطة التي بدأت منها، التي أردت أن تطفئ بها تلك النار، والتي ما زالت إلى الآن لم تطفأ. النقطة الخامسة: حاول أن تغير بيئتك أو مكانك. يعني إذا كانت تلك الفتاة في الجامعة، حاول بطريقة ما أن تغير مثلاً القاعة التي تجتمع بها معها، حاول أن لا تحضر مثلاً إذا كان هذا الأمر متاح في الجامعة، وتستمع إلى التسجيلات، إلى ملخصات الطلاب، لا تحضر إلا المحاضرات المهمة. إذا كان الأمر مثلاً في 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 بنائك، كانت الفتاة مثلاً تسكن نفس البناء الذي تسكن به، انظر هل متاح الآن أن تسافر، هل متاح أن تغير الجو الذي أنت فيه، هل متاح أن تأخذ إجازة مما أنت فيه شهر شهران أو نحو ذلك. المهم حاول أن تخطو أي خطوة باتجاه التغيير تخرجك من هذا الجو الذي أنت فيه، سواء كان بيئة دراسية أو بيئة سكنية أو بيئة عملية. الخطوة السادسة: لا تحدث أحداً بالموضوع. لا تقل لصديقك أن اتخذت هذا القرار، وكل ما جلست مع صديقك تعود لنفس الموضوع وتكلمه عن نفس الفتاة. هذا لا ينفع، إنك ستشتاق، إنك ستحن، إنك ستئن، إنك ستزود قلبك بتلك الحمولة التي حاولت إفراغها جاهداً. النقطة السابعة والأخيرة: ثق بربك. أرجوك ثق بربك، تأكد أن الله سيعينك، أن الله سيبدلك خيراً. أكثر من الاستغفار، خاصة إن كنت أخطأت مع تلك الفتاة، إن كنت تجاوزت الحدود المسموح بها شرعا مع الفتاة، أكثر من الاستغفار لتجد من الله سبحانه وتعالى معونة. وأخيرا: أدعو الله تعالى من كل قلبك، أدعوه أن يعينك. قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، إذا أراد الله أمرا قال له كن فيكون. كلمة من الله سبحانه وتعالى تنهي كل هذه المعاناة، كل هذه المعادلة. تحرى أسباب إجابة الدعاء خلف الصلوات يوم الجمعة، التمس دعاء الصالحين وستجد من الله سبحانه وتعالى عونا. هذه نقاط سبعة أحببت أن أقولها لك لتجد بها إن شاء الله عونا على أن تعتذر عن تلك العلاقة. دمت بأمان الله وحفظه، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. من يدانيني مقاما، إنني نبض الحياة، واثقا أمضي هماما، عاقدا عزم الثبات، أرتقي قمم المعالي، طامحا في الشامخات، أتقي سوء الفعالي، سعيا للمكرمات، هكذا أمضي شبابي، همة هدف وفاق.